يا خوفتني عياته. حد يخاف من حبيبه يا حمزه، حد يخاف من حبيبه؟ لا انا زعلان. لا لا حقك عليا. الله حبيبي حبيبي شغل كايرو. ايه حبيبي شغل كايرو. حبيبي شغل كايرو. امشي عاد امشي، خليني اقعد مع الاسد شويه. طيب تحب نتأجل الاجتماع؟ خليهم يستنوا. انت تؤمر وانا انفذ. ايه عاوز تعمل ايه؟ عاوز العب. وانا كمان يلا بينا، بس اركب الحنطوري الاول. انت تؤمر يا امير الامراء، تؤمر. هتركب الحنطور يا اسد جدا. يلا. مالنا ومال المرار ده برضك يا ابو هيبة؟ اللي في راسك في راسك. السلاح فرع مش اصلك. ايه اللي خلاك تدج فيه كده؟ اللي معانا خفافي نحموا مصالحنا بيه، نودوه هديه لحبايبنا هنا ولا هنا. وانت بنفسك قلت ان السنه اللي فاتت مكسبنا كانت طاجين من غير ما نجيبوا حته سلاح واحده. احنا نرجع لاصلنا. مالها الاثارات؟ شغلتك وانت ادرى بيه. والله انا رايي غير كده. انا شايف ان اللي زي كين دواه كسر سنه، ولو سيبناه هيولع فينا. وبعدين حد يامن للعجره ويغمض عينيه. روح. اسمع يا حكم، احنا سجنه مش الحشيش والبودرة. احنا تجار اثار، والاثار محتاجه سلاح يحميها. كيف نهم التجاره بتحمينا؟ اسيبها لكين؟ عاوزني انحن يا حكم وانا طول عمري ما وطيت لمخلوق؟ انا ما قلتش حاجه. بطل رد. انا قلت للناس هنرجع للسلاح، والعقود هنمضوها ليلة راس السنة عندنا في القرية. فين خلف يا ماهر؟ جاي في الطريق. أنا مأجل اجتماع مخصوص عشانه، وما هقومش غير لما يجي. ماله خلف؟ جرى منه حاجة؟ عاوزين نجهزوا عيال كريمة يطلع على القرية، وما عاوزش حد يخصنا مش هناك. طب نفسنا نطلع معاك يا بابا. تيجي فين؟ ده وقت كلام ده؟ الحفلة دي ميزان، يا تطب يا تجلش. طيب ماشي عن إذن حضرتك. روحي. بعد إذنك يا بابا. روحي. اسمع حكم، لو في حاجة في قلبك قولها من دلوقتي. ما عاوزش عاجبك. وأنا عملت إيه يا أبوي؟ لا من جيت عملت كتير، بس كل يهون الا التعامل مع كين. يا ابوي خلاص الموضوع خلص من غير لفه ودوران. ما تزهقنيش وما تجرفنيش. امي لسه بيني وبينك حيشاني عنك. وانا خدامك يا اخوي. كذاب كذاب. السلام عليكم. أهلا أهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عمي؟ أهلا بيك يا حبيبي. خير يا عمي؟ سمعت إنك كسبان السنة اللي فاتت، مع إن يعني السياحة تعبانة. لا الحمد لله، علاقاتي حافظت كل العقود اللي بيننا. ما شاء الله. الروس والطلاينة كلهم موجودين، محدش خلف وما جاش. ما شاء الله علاقاتك والروس والطلينة ما حدش خلف. والله وردت المكسب كله 20 مليون جنيه. 20 مليون جنيه باقي 5 مليون يا خلف. ال5 نسريات يا عمي. نسريات؟ اه 5 مليون جنيه نسريات؟ أنا عاوزك تقعد هنا خلف لحد ما نيجوا من ليلة راس السنة. مين هيدير المصالح هناك يا عمي؟ ما تشغلش بالك أنت. أنت مالك أنت؟ أنت تقعد مع أبوك حكم هنا تدور البيت في غيابي. تعال حمزة. تعال حمزة. الله 5 مليون جنيه يا حمزة. نسريات. الواحد من شغلك آخره. يا الله 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 5 مليون جنيه نسريات يا ابن الفرفوص. يا خبر أبيض 5 مليون جنيه نسريات. يا سلام. أجيب له السكر. أجيب له السكر. أول حاجة تفرد ظهرك. ها؟ جنب يدك الاثنين. يدك الاثنين. بكرة تركب يا ابن عطية المهرة وحدك وتجري وراك نسوان هيبة. يا خوف يا منصور وانت بترمح تنسى، وبنت عم غنيمة تغور. اتكل على الله. يلا يلا. لا ما تخافش. شمسي ما تخافش يا حمزه. ضم رجليك، ضم رجليك على بطن الحصان. ها ها سير. افرد طولة. ها افرد طولة. وراه وراه. براوة حمزة براوة. تعال دنيتك يا أمين، دنيتك الكبيرة اللي يغرس فيها يتوه جرات واحد من الأرض باصص على السماء، وفيه فدادين كتيرة مخفوسة في الطين. عمري ما فهمتك يا أمين، وعمرك ما كرهتني، عمري ما خدمتك في حاجة، وعمرك ما خذلتني. كده على قدوم الوردين. أول مرة أعرف إن الترعة دي فيها سمك. ربنا بيبعت. المكان ده فيه سر عجيب يا أمين. كان الزمن بيوقف، راحة وهدوء، كأنه معمول مخصوص عشانك. أنت اللي حاسس بكده. الجوك حلو يا هيبة، لو سبته يطلع هيخدر الرمل. أنا مسافر شرم الشيخ 2 يومين. تروح وترجع بالسلام. الله يسلمك. شو لك سمك؟ ماليش نفس لا أكل ولا أشرب. نشوي السمكة ونشوفه. إيه؟ كيف؟ ده سمك بحر مالح يا أمين. وماله؟ سمك البحر المالح حلال برضه. كيف سمك بحر مالح حلال برضه؟ ما تخرمش مخي يا أمين. كيف سمك بحر مالح يطلع من الترعة؟ إيه؟ مش مستريح. ما تسافرش؟ ما تقدرش. كابش النار عارفها، الذنب زي الشمس، واحنا اللي بنغمض عينينا. ربنا معاك. انا جاي اوصيك، مش جاي عشان تمنعني من السفر. خايف من الموت؟ موت قبل كده مرتين، والتالتة تبته. تروح وترجع بالسلامة ان شاء الله. شوف يا امين، انت اخو غنيمة، لكن اخويا برضه. لو الاخوة بالاختيار كنت اخترتك انت يا امين تبقى اخويا، مش حكم. حكم يبقى غريب ما نعرفوش. خايف من الكره، حاسب من الكره يا هيبة لا يسود قلبك. عمري ما كرهت حكم، هو اللي ناسي ان اخوه. امال جاي توصيني على ايه؟ انت عارف اني ماليش نصيب في الدنيا. مش جاي اوصيك على فلوس، الفلوس ياما كبشت منها لحد ما بقت وهم، كل ما تكبش فلوس وهم. انا جاي اوصيك على بناتي، ذكية يوم ما تحكم هترمي بناتي في الشارع. بناتك مش شوية يا هيبة، بناتك متعلمين. محدش بيعمل كل حاجة. وسط الدنيا اللي كبشت فيها نسيت اربي نياب لبناتي، سبتهم لغنيمة، وغنيمة اختك. طلعوا العيال حنينين. شوف يا هيبة، النار فيها خير برضك، زي ما بتعذب بتسوي يا صاحبي. انا مش مصدق عينيا، اكله سمك بحر مالح من ترعه المريوطيه. انا مسافر الفجر مع ماهر ولاد كريمه وصفاء. تعال. ما اقدرش اقول لصفاء لا. صفاء اصيله، ما يتخافش عليها. سيبها تسافر يومين تتفسح مع زميلها في الجامعه. مطمني انها هتسافر الغردقه، بعيد عن شرم ومشاكلها. بسم الله يا هيبه. بسم الله. مشاكل ايه؟ هو انت اول مره تسافر؟ لا، بس اول مره أعزم ناس ما بحبهمش. أمين، اوعاك تنسى الوصية. لك على صافي يا أحمد، هتسافر بالحتة الحنينة في قلبي، اوعى حد يضايقها. خلي بالك يا صافي، اوعى يا بنتي تهملي في نفسك، ده انت نقطة ضعف ابوكي. سيبني في حالي. يلا تبعت بكيه وفد الاماني باسم ماهر. عاوز 3 في الممر ده. حاضر. وعاوز 5 مصحصحين حوالين الحمام. حاضر. جرالة مرض كين. ماشي. من الأول حرس وقرف. أنا بتخنق من الجو ده. مش قادر تقعدي معايا يومين ولا إيه؟ لا مش طايقة، أنا عايزة أرجع. مش هتتحركي من جنبي لغاية لما أنا هقوم تتمدي، فاهمة ولا مش فاهمة؟ أنا مش هينفع أسيب صحابي في راس السنة. صح. ماشي. خليني أفضل. لول. أيوة يا بابا. اقعدي. إيه رأيك بقى في شطارة بنتك؟ عاوزك تتوضى بحفلة تانية صغيرة أو خاصة برايفت. لكن يا بابا الاحتفال بليلة راس السنة بعد ما نمضي العقود. اسمك إيه؟ أنا اسمي سامي حضرتك. تشتغل هنا؟ ايوه يا فندم. اتجلب من قدامي، ما عاوزش اشوف وشك هنا. واصل.